سلامات جميعا، معكم احمد وردي من موقع rfvfx.com. اليوم الدرس عم يحكي عن السينما 4D وعن شيء اسمه كلونر اوبجكت. كلونر اوبجكت هو معني انه يكرر اوبجكت اللي انا بدي احطه لاكثر من مرة، ولكن هو نفس الوقت فينا احنا نستخدمه كثير، يعني احنا بنشوف مستخدميه بارتيكولر او مثلا بيستخدموا مثلا كلمة بيجمعوها على شكل بناء، ممكن يساووا مثلا بناء على شكل بوكس. هاي الطريقة كتير ايام انتو بتستخدموا انه كيف هيساووا. انا اليوم حقدم لكم مثال صغير، فيكم تشوفوا مثال على الشاشة انا مشتغله هون كيف فينا نساوي من شغل صغيرة. هتلاقوا شوي درس شوي صعب عليكم، ولكن اذا تبعتوا الخطوات انا حفرجيكم اياها هون حتلاقوها سهلة، او بس طبقوها حتلاقوا نفس النتيجة. خلينا ننتقل. البروجكت موجود على الموقع، فيكم تعملوا سبسكرايب اذا بدكم مشان تضلوا على تواصل معي. وموضوع البيج تبعنا موجود كمان على الفيسبوك مشان تعرفوا شو عم نزل من بلاكينز او شيء. What's going on? اوكي، مثل ما تكون شايفين عندي اليوم هون اوبجكت، هو زلمة قاعد مقرفس ما بعرف شو، جازيا منبطحا، او هحاول احكي باللغه الفصحى لانه في ناس ما تفهمني. اوكي، اذا نظرنا الى هذا المجسد فنحن سوف نرى في نفس الوقت شخص يجلس بشكل منبطح او جاسيا في نفس الوقت. هل سوف يتساءل بعض المشاهدين كيف نقوم بالتنقل ضمن السينما 4D ان ضغطت على الحرف Alt كبسة يمين لقدام ولورا مع الضغط، اما كبسة يسار فانت تاخد يمين وشمال الاوبجكت، بس لازم تكون ضغط Alt. او فيك تتحكم بالاوبجكت من هون او من هون، anyway فيك هاي الروتيشن، بس لازم تكون محدد على الاوبجكت حتى يفتل حواليه بالضبط، حتى يدور شو حوالين الاوبجكت. شو تنقل باللغة الفصحى؟ حول الأوبجكت. أوكي، مهم. هلأ الشيء اللي احنا بدنا نشتغل فيه، أول حركة حنعمل حتى أخذ كيوب مرحلة مرحلة. هذا الكيوب بدي جسمه على قد الشكل، يعني بصير الشكل هذا هو عبارة عن مجموعة كيوب موجودة عندي. أول شيء فوت لجوا على الكيوب وبصغير الحجم تبعه لقيمة 10، لأنه مو معقول يكون هيك حجم الكيوب، حيطلع كتير كبير عليه إذا صار مجموعة كيوبات. اوكي تفضل. اذا قلنا 15 بنساوي 15 و15، افضل هيك بكون. طيب اوكي، هلا انا شو الوسيط اللي فيني استخدمه حتى جمع هالكيوب على الجسم؟ في شيء بالموجراف، قائمة الموجراف هي المسؤولة عن كل شيء بخص البارتيكولر أو زيادة حجم أو أعداد الأوبجكت اللي أنت عم تشغل فيها. ممكن الإفكتور بتلاقي فيه مثلا عملية الراندومايز اللي هي يعني راندوم. شو بدي أشرح لكم إياها؟ أول شيء خليني بلش أشرح لكم الكلونر. أنا أفضل أول شيء الكلونر، بعد ما نضيف الكلونر بقول له للكلونر خد لي الكيوب. كيف؟ لما امسك الكيوب وحطه على الكلونر حلاحظ انه بينزل لي اياه ضمن التري تبعه تحت تلقائيا. حلاحظ اذا طفينا طبعا بالضغط على الالت على النقطتين هون بيختفي الاوبجكت مبدئيا. بنلاحظ انه الكلونر زاد لي عدد زاد عدد الكيوب تلقائيا. طبعا بنلاحظ هون الكاونت اذا بزيده تلقائيا الكيوب عم يزيد. انا مالي شغل معه لهاد، فشي بدي ركز عليه هون حاخذ الكلونر بهذا الدرس واقول له حول لي اياه لاوبجكت، يعني خلي الكلونر يشوف هذا الاوبجكت الموجود هون وينشر عليه الكيوب يلي انا ساويته. طبعا هلا بيقول لي من وين بدك تاخذ الاوبجكت؟ هون عندنا قائمه اسمها الاوبجكت، باخذ البضيه اللي هو الشخص اللي انا هون حاطه وبحطه ضمن، بعمل له دراج ضمن الايكونز او الحقل. اوكي، بنلاحظ مباشره كيف الكيوب انتشر على الشخص يلي انا عامل له دراج، عامل له بس رندر خفيف.
طبعا حتلاحظوا انه صارت السرعه كتير سيئه جدا مباشره عندكم، فانا بفضل مباشره تقلبوها لسيرفس اول شيء. ليش؟ لانه هلا هون هو عم يقول لك فيرتكس، فيرتكس يعني عم ياخذ حتى داخل الاوبجكت الموجود الشخصي اللي عندك. لا انا مالي شغل فيه، انا بدي بس الواجهه، واجهه الشخص بس ينزل عليك يوف، فبخفف هيك احتماليه الرندر. ملاحظ هون الكاونت يلي هو العدد، كل ما زدته كل ما عم زيد الكيوب الموجوده عليه. اوكي يا حلوين عم تفهموا لهون؟ توقع سهله ما فيها شيء. هلا بالبدايه حتصيروا تضيعوا وما عاد تلحقوا، اوكي انا ماشي معكم خطوه بخطوه. خلينا نعمل 500 طبعا. لاحظنا اول شيء صار في عم يصير في بطء بالجهاز قوي، واذا فعلت لازم تفعل شيء اسمه رندر ان انستنسس. اذا فعلنا بصير الرندر اخف شوي اثناء التحريك. اوكي هلا حطفي هون البادي بالضغط على الالت زائد كبستين هون، فهو اختفى البادي موجود عندنا. اذا عملنا له رندر كنترول ار فبيعمل لك رندر بريفيو هون مبدئي. طبعا انا للاسف مشغل شيء اسمه جلوبال، فهذا الشيء بدي اعمل لي مشكله هلا لانه اجباري الجلوبال لازم يكون حاطط اضاءه الا بحاله اللومينس. اوكي هلا بعد ما ضفنا هاي الحركه هون، طالما نحن قاعدين عم نشتغل بحاله البريفيو الموجوده عندنا ما في داعي نحن نزيد الاكونت الموجوده، نخففها خليها اقل شيء، لانه نحن بالنهايه فينا نساويها مثلا 6000 فرضا. الف كنترول ار مثل ما انا شايفين اخذنا الاوبجكت الموجود. فينا نفس الوقت نلغي الالاين كلون، يلي هو الالاين كلون بخلي الكيوب يلحق التشكيل تبع الجسم. فيني انا الغيه مثلا شوفه بشكل متوازي، بس ما حلو كتير، انا بفضل هذا. اوكي شو في كمان معلومات انترست راندومايز مثلا، ولكن ما في داعي خليها عادية. فينا نعمل شورت حجم صغير بصغر الكيوب الموجود هون. شوف تيست خليه هيك. اوكي طبعا بنخفف القيمة لل 49، بعدين اخر شيء بالفاينل راندوم من رندر يعني بنزيد الكمية. طب فرضا انا عندي مثلا ايباد بدي اعمل الفكرة تبعه، او مثل ما تكون شايفين انا عامل جامع او كرة ارضية عم يطلع منها البارتيكولر او عم يطلع منها هالكيوبس هاد. خلينا نعتبر انه في عندي كيوب تاني كبير، كيوب عم يولد كيوبات. اوكي طبعا جهاز الورك ستيشن تبعي خاص فيني في مشكلة اليوم، فاضطرينا انه لونر اوبجكت. طبعا وضع جدا جيد. اوكي ناخذ الكيوب اللي انا مشتغل عليه، بعطيه القيم طبعا عن البوزيشن صفر مع ابلاي. لاحظنا وين صار الكيوب بالسنتر الخاص هون، يعني بنص السنتر خاص بالخريطة حتى تبلش تحكم فيه. يعني في عندك هاي القائمة هي اللي بتفتح لك انه انت وين بدك تحط البوزيشن. نجي لهون نخفف، نجي كمان على الاعدادات بنساوي مثلا خلينا نحكي 100 100 و100. اوكي طبعا انت بدل الكيوب فيك تحط احرف، فيك تحط اي مجسم بدك اياه، ممكن تساوي ورد، ممكن تساوي يلي بدك اياه. الفيلم الاخير هو سنو وايت الجزء الثاني، عاملينه اغلبه على سينما 4D، فسينما 4D له مستقبل كتير كبير لانه هو اقوى من السي دي ماكس مجال موشن جرافيك، وبنفس الوقت اخف شوي من المايا، ولكن دايناميك فيه جدا رائع. هلا الحركة التانية حنساويها نحن، اذا بدي خلي في سورس، يعني اذا انا هاي الكيوب بدي اياها تطلع من هذا المجسم فلازم يكون في عنا مصدر يلي هو الماتريكس. بالماتريكس انا اليوم
هيكون عندي مجموعة هأخذ منها شيء اسمه لينير. قديش أنا فرضا بالمستقبل بدي حط عدد الكيوب مثلا 1000، فلازم يكون مثلا بالماتريكس هون بالكاونت يكون مثلا موجود 50 بتوقع. لا كان يمكن 49. بنفس الوقت كمان بناخذ الماتريكس ونحطه عند مصدر الكيوب. صار الماتريكس هذا موجود ضمن مصدر الكيوب، الشيء الأكيد. طب أنا اليوم إذا عندي هذا الماتريكس بده ينتقل من هون، هو المصدر بده ينتقل لهون، فلازم يكون في عنا شيء اسمه سورس. يعني هو هذا السورس اللي هو عملية بالموغراف إفكتور في شيء اسمه إنهيريتانس. إنهيريتانس هو السورس، هو الوسيط اللي بيأمن نقل هالبارتيكلر من جسم لجسم. أوكي، هاي inheritance. والله لازم احفظ منيح. اوكي، اول حركة حنعملها انه الماتريكس الموجود عندي هون، خلينا نقول انه نضيفه، يعني inheritance بيقول لي شو الاوبجكت بدك اياه، بيقول له بدي من الماتريكس. اوكي، بنفس الوقت إذا فوت على الكلونر أوبجكت الإفكتور بقول له خد الإنهيرتنس، اعتمده هو الوسيط الفعلي لإلك. فمثل ما كن شايفين صار عندي هون نتيجة إنه عملية الكيوب عم تنتقل من الإنهيرت شو إنهيرتنس أوكي لا للأوبجكت. عم هالاسم ما كنت أحفظه، إنهيرتنس أوكي. طيب في شيء اسمه مورف موشن Object، إذا فعلناه حتصغر. طبعا هي عم تطلع لفوق القيمة، لأنه يعني إذا بنرجع على Matrix نخلي الكاونت صفر. أوكي، عم تتقل من هون لهون. أوكي، بنفس الوقت ملاحظين انه الوضع مو طبيعي، وهي مو حركة طبيعية، ما حلوة يعني. ففي شي بالانهيرتنس اسمه فول اوف. اذا اجينا لهون قلنا له لينير الحركة تبعه، اجينا لهون حتى نتأكد من الشغل، خلينا نحكي على 100. اجينا حركنا لينير، حنلاحظ كيف عم تم عملية التنقل للأوبجكت. أوكي، طيب بالماتريكس في شيء أكيد فينا نحن نعمله كمان. إفكتور اوكي. في شغله كمان لازم نعملها، مشكله الفيو عندي مشكله فيها هون. طيب اذا ملاحظين كمان حتى عملية التنقل ما لها طبيعية بالنسبة لإلي هون، فشي كمان حضيفه حتى يصير في رياليتي أكثر بالشغل بتوقع هو الريندوم. إذا ضفنا لهون جينا على المورف وقلنا له بالإفكتور في شي اسمه ريندوم.
بالراندوم اذا نزلناها لتحت الكيوب بيجي على الكلونر بقول له بيجبر الكلونر انه خوض الراندوم. الراندوم هون شو رح يعطيني اذا نفوت لجواته؟ الراندوم بيعطيك امكانيه انه تشكيل الكيوب يتغير. مثلا مثل ما قلنا شايفين هون هي عم تغير هون لانه الاوبجكت هيك. طيب اذا اخذت شيء اسمه نويز وقلت له بلاي عم نلاحظ انه صار في حركه ديفولت لإله. طيب حركه نويز للكيوب طبعا فيك تتحكم فيه، بدك كيوب صغير كيوب كبير. نحن هون ما بيناسبنا الشغل لانه بدنا اذا صغر الكيوب عن الكيوب حيبين في فروقات بالشغل بالنسبه للمجسم. كمان شيء اللي بدي اعمله بيجي على الراندوم بقول له فول اوف وبقول له لينير نفس الحركة. انا بدي اتحكم بالراندوم، ما بدي هو على كيفه يشتغل. مثل ما انا شايفين برفع الراندوم هون عم نلاحظ انه عم تغير التشكيلة. طيب اوكي هلا برفع الراندوم لفوق وبيجبر الراندوم انه يكون تحت انهيرتانس. انهيرتانس ليش؟ هلا بصير انا وقت بدي اتحكم بالانهيرتانس سواء ما عاد في داعي اتحكم بالراندومايز. ليك شلون صارت الحركة؟ بالتالي انا صرت عم اشتغل باثنين، ما عاد اكل هم الراندوم بدي حركه لحال والانهيرت. خلاص بحرك الانهيرت فهو بيعطيني النتيجة الطبيعية اللي انا بدي اياها. طيب اذا فرضا كانت هون وبدي انقلها لهون فنعتبر انه من هون النتيجة. بيجي آلية التحريك كيف بتتم؟ هذا الكي فريم الخاص بالتحريك. عندي أنا من الصفر للمية للتسعين فريم. بيجي على الانهيرتانس، بيجي على الفكتور. أو هون خلاص ما عاد في داعي لأنه هي مفعلة. بس فعل هون شيء اسمه موشن. اوكي دايركت منيح. اوكي خلينا نوقف هون. نعمل كي فريم بالزاوية 75 بكون انتقل الاوبجكت لهون. كمان بعمل كي فريم. هاي المشكلة انه اذا ما كل حركة بدك تساوي اذا ما كبست الزر واتش اللي هو الكي ريكوردر بوزيشن سكيل كذا مثل ما كنت شايفين محدد هون، فالنتيجة ما رح يعطي انيميشن. اما هون ليش عطى انيميشن؟ لانه هون مفعل كي بس لحركت الاوبجكت، هون كمان فعلت كي. من بين الامور فيني اسويها مثلا فيني هون اعمل روتيشن بالضغط على الحرف ار او ضمن الروتيشن الموجوده هون شورت كات حاطط لك فوق اسمها ار. فيني اعمل حركه دائريه مع كي فريم. طيب هلا هيك بيعطيني فتلة خفيفة. كنترول سيف. هلا هون بدكم تنتبهوا كتير بالشغل لانه عندك شيء اسمه بدنا نزيد كمية الكيوب الموجود عنا. فالشيء اللي حنعمله هون بنروح على الكلونر اوبجكت بنزيد الكونت. فيك تضيف من هون تفصلها لل 500 تقريبا. عم نلاحظ هلا شو رح يصير. اغلبكم حيقول كيف كنت مساوي الشارع انا وكيف بشتغل فيها، هي هي الطريقه اللي استخدمتها، ولكن في تعقيد اكثر، بدك اجهزه قويه اكثر من هيك لتعطي بالسيستم بالشغل. بكون في ورك ستيشن ثقيل بس ما ينزل عليه الشغل. بتوقع الدرس كان بسيط وسهل فيكم تطبقوه. هذا الاوبجكت انا حخليه عنكم. بالنسبه للمجموعه انا مشتغله كمان حتلاقوها ضمن الفايل على موقعنا rvfx. فيكم تنزلوها وبس عليكم انه تبدلوا القيام، تصغروا شوي الكيوب او تغيروا المكان تبع الماتريكس. هنلاحظ كمان شغله كتير مهمه انه الماتريكس انا موجود فيني حطه ضمن الكيوب. على الكيوب اذا حركته بالضغط على الاي او من هون نحن بنكبس، اذا بحركه لهون بنلاحظ انه الاوبجكت صار يلحق الكيوب. سلامات جميعا، كان معكم احمد وردي من موقع rvfx.com.
الدروس القادمة إذا فضينا موضوع السينما 4D حأعطيكم إياها بطريقة للمبتدئين. دعونا كمان الله يرزقنا حتى نضل عم نقدر نشغل الموقع، لأنه مثل ما بتعرفوا الموقع هو له صفة مجانية، نحن حتى إعلانات ما عم نحط فيه إلا الإعلانات الشخصية الخاصة بأصدقائنا. وإذا فيكم كمان تساعدونا موضوع نشر الدروس كمان بكون كطلع خيركم، ولا حدا يقعد يخبي التشانل يقول ها متبندي عارفيقه انه انا احسن. ثقوا تماما انه العلم يلي عم يجيني انا ما عم يجيني غير لاني عم بعطي الناس والعالم، فعم يرجع رب العالمين يعلمني العلم. وانت كمان لما توصل العلم تبعك للناس والعالم رب العالمين كمان حيساعدك. سلامات جميعاً.